شخص واحد هو اللي فات بعقله ولعب فيه، شيطان ما في غيره. بس أنا هالحارتي إلهم تم ياكل ما لهم تم يحكي. طيب اكتب اسم هالشخص واترك الباقي علينا. يا جماعتي على الحارة. شو شايف؟ ايه حبيت اتأكد. يعطيك العافية. اجل الامن يا شباب، اجل الامن. ما حكوا معنا، ما عملوا لنا شيء. ما عملوا شيء. شفت شو عمل جابر؟ الحمد لله. يلا امي تعالوا على بيتنا. امي جابر هيك صار. يلا الحمد لله. الله محيي البطن اللي حملك يا جابر، والله طلعت اصيل. ماشي يا حسام، وصلك على الحاره. ماشي يلا. هدي وصلني على اساس بده يعميني. هدي بدك مين يعميك من هالشاظومه اللي خانقتها؟ لا عامة، من هيك بقر ما بيطلع إلا واحد أحمر. ألو. مرحبا جابر، كيفك؟ قليل رندا. طمني، إن شاء الله انحلت القصة. إن شاء الله خير. كثير منيح. دخلك، شو كنت بدي أسألك؟ عم بتشوفه لأبو ريبال؟ لا والله ما عم شوفه. ولا عم تحكي معه؟ ولا عم بحكي معه. أنا كثير خايفة. آخر مرة لما كنتوا سوا حكى لك إنه زعلان مني شيء؟ لا ما حكى شيء. ولا جاب سيرتي بالمرة؟ لا ما جاب سيرتك. طيب هو منيح؟ ما بعرف يا رندا، والله ما بعرف. ماشي، شكرا. علي كله ما بعرف. طيب والحل؟ لازم أعمله من زمان. أنت مو جابر يلي أنا ربيته، أنت واحد أسود. دل ما تقولي الله يعطيك العافية. ولك على شو بدي لك الله يعطيك العافية؟ على شو؟ على ولدنت الحرام يلي عملتها مع أكثر واحد بحبك. لا تجنبيني، هذا واحد كلب حقير خاين. ما بيهمني انتي، بس بتهمني وهالحماتي. انتي بس بتهمني امي.
ياما وانت صغير اخذتك على قد عقلك ونفذت لك يلي بدك اياه حتى لو ما كنت موافقه عليه. بدي منك هلا تاخذني على قد عقلي وتقعد معي دقيقتين. حابه احكي لك حكايه مثل ايام زمان. عم حل الايام يعني ما كنت تنام فيها الا على حكايتي. ما رح اخذ من وقتك كثير، دقيقه واحده بس وبعدها بدي فوت نام لاني تعبانه كثير. جدي الله يرحمه حكالي حكاية ما بتروح من بالي. قال كان في واحد شيخ قاعد جنب بحرة صغيرة عم يطلع على عقربة وهي عم تغرق. مد ايده بده يطالعها، قامت لدخته توجع شوي، بعدين مد ايده مرة تانية بده يطالعها، قامت كمان لدخته. بالصدفة في واحد رجال كان عم يطلع عليه، اجى لعنده وقال له مشان الله يا اخي مشان الله اتركها بدها تضل تقرصك. ما رد عليه، مد ايده مره ثالثه وطلع. قام قال له الرجال انت فيك تقلي ليش هيك عملت؟ طلع في الشيخ طلع فيه وقال له لانه انا من طبعي بحب ساعد الناس وطبع العقرب يقرصهم، ليش بدك طبعه يتغلب على طبعي؟ قد ما قرصني قد ما قرصني بدي ضل ساعده. وشو ما كانت معادن الناس وشو ما عملوا معك خلي طبعك ينتصر. ابو الزين هون؟ لا مش هون، تفضل. عم بسألك ابو الزين هون؟ شو بقول لك مش هون، كيف ناخدمك؟ معناته ضبي اغراضك واعتبري حالك اليوم اجازة. اجازة ايش؟ ما انت شايف الكراتين قدام عينك، بدي ارتب البضاعة. بلا كثرة كلام، معي اوامر سكر المحل. شو دخل المحل؟ مش بدك ابو الزين؟ ابو الزين مش هون، هاي المحل قدامك، فتش فيه زي ما بدك. تعا خد لي هاي لبرا احسن ما كبان. ايه ابعد ايدك ولا تقرب على البنت ولا تقرب على البنت. بس استنى 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 بس اجيب اغراضي. استنى ايه شوي شوي على البنت، ابعد هيك. ايه لا والله كتر خيرك. يلا سكر المحل. في زبون جوا، افتح افتح. يلا كل واحد على شغله. يلا حسبي الله ونعم الوكيل. طبعا حبيبي، طبعا روحي، رايحه تدور على رزقه. لك رزق شو بتضبي لسانك احسن ما قفلت عليكي بالشارع. رزق شو؟ فهمك كفايه حبيبي. خلاص بقى نضبي. ايش بك ايش حكينا؟ بس بقى ينبحت علي. لك العم طلع باوي. هاي اخوي ابو الزين وين انت؟ لك انا وين؟ انت اللي وين؟ انا في البيت. ليش مسكر المحل؟ سكروا المخابرات طلعوني منه غصب عني. شو؟
وصارت فضيحة قدام الناس كلها قدام المحل. ايش في؟ ايش صاير؟ طيب ماني هويتك حبيبي. طيب اوكي دقيقة برجع بحكي معك. خير معلم. مو شغلك اعطيني هويتك. انا والله هويتي ما بشيلها بالعادة بالبيت. انت صاحب هذاك المحل؟ هلا انا شكلي بيقول انه انا صاحب شي محل. بلا فزلكة وجاوب على قد السؤال. والله مو فزلكة يا اخي، انا مرتي تارك غرض عند صاحبة المحل اللي هو مشان ضيق لها، جينا لقيناها مسكرة. اي والله الف بدايق شوي، عرضان علي انا ضعفاني عم بعمل. هلا بدي الهوية. والله هويتي بالبيت. تعال رح ابعت معك شب وشوف. البيت بعيد من هون؟ اي شوي يعني. اسأله له. بس انت اذا تفهمني شو الموضوع. سألتك البيت بعيد؟ لا قريب قريب. ماشي. أم الزين أنت روحي مشوارك وأنا بشوف الشباب. أي مشوار؟ ما عندي مش أي مشوار. المشوار منيح اللي ذكرتني يا أبو الزين. بدي أروح لعند أمي مريضة وتعبانة، بدي أروح أعطيها دواء. بلحقك حبيبي، الحقني لا تتأخر عليك مشان تقسل الضغط للنانا. النانا كتير تعبانة. أمي للمامة. ماشي حبيبي لا تتأخر عليك بالإذن خاطركم. أنا تعبان شوي بدي نام. نوم الظالمين عبادي. معليش تقبريني، بدنا نراعي ظروفه. ولا يهمك خالته أم جابر، ولا يهمك. لما يفيق رح أرجع أحكي معه. والله أبو الزين مثل ابني وغلاوته من غلاوة جابر، وإن شاء الله ما بصير معه إلا الخير. مثل ما سمعت، نوم الظالمين عبادي. مفهوم سيدي مفهوم.